بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الأول الإعدادي المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. إحنا في الوحدة الرابعة، وحدة الهندسة والقياس، أخذنا 3 دروس وأخذنا تمارين على التطابق. الدرس الرابع وهو من الدروس المهمة جدا زي التطابق كده، يعتبر من الأساسيات، وهو موضوع التوازي. يا ريت تركز معايا، يكون معاك ورقة وقلم، التمارين اللي أقول لك حله تبدأ تحله أو تتفرج على حله وبعدين تبدأ تحله مرة ثانية. إذا رسم مستقيم لام وميم، إذا رسم أو ارسم مستقيمين لام وميم، ثم ارسم مستقيما ثالثا نون قاطعا لهما، يبقى أنا عندي مستقيمين أرسمهم لك أنا كده. أنا عندي مستقيم أهوت، هذا المستقيم اسمه لام، ومستقيم تاني هذا المستقيم اسمه ميم، وجاء راح قطعهم مستقيم ثالث اسمه نون. لما بيقطعهم كده بينتج عندي 3 أنواع من الزوايا، بينتج عندي 3 أنواع من الزوايا. أول نوع من الزوايا وهي زوايا متبادلة، هذه الزاوية مثلا وهذه الزاوية 1 و2، يبقى بقول إن الزاوية 1 وزاوية 2 متبادلتان، بيعملوا لي حرف إيه؟ بيعملوا لي حرف الزد. هتلاقي في إيه؟ في الركن بتاع الزد كده، في الركن بتاع الزد، أو بيعملوا لي حرف زد كده، نفس الفكرة برضو هتلاقي في الركنين بتاع الزد دول. يبقى زاوية برضو إيه؟ 3 وزاوية 4، زاويتان متبادلتان. ركز معايا حتى في الأسماء. يبقى أول نوع من الزوايا بيظهروا لما مستقيمين يقطعهم مستقيم ثالث. النوع الثاني من الزوايا، ناخد مثلا لون أحمر كده، النوع الثاني من الزوايا اللي هو زاوية 2 فوق المستقيم الأول وزاوية التانية فوق المستقيم التاني، يعني مثلا دي هنسميها كام؟ 5، وزاوية 4 ومثلا 6، هحلق عليها كده، وزاوية 3 ومثلا كام؟ 7، وزاوية 1 وزاوية 8. يبقى دول بسموهم زوايا ايه؟ زوايا متناظرة، زوايا متناظرة. يبقى فين الزوايا المتناظرة؟ 2 و5، واحدة فوق المستقيم ده وواحدة فوق المستقيم التاني، وبيبقى في ناحية واحدة من الايه؟ من القاطع. و4 و6 و8 و1 و7 و3 و7، يبقى دي بسميهم ايه؟ زوايا متناظرة. نكتبهم كده، يبقى زوايا متبادلة زي ايه؟ زاوية ايه وزاوية ايه؟ 1 و2 و3 و4، يبقى 1 و2 و3 و4. طيب تاني نوع من الزوايا، زوايا متناظرة، متناظرة زي ايه الزوايا المتناظرة؟ احنا قلنا 2 و5، القلم الاحمر بيبقى شكله وحش، معلش هنغير تاني، خليها الاسود بيبقى واضح. 2 و5 و4 و6، 1 و8 و3 و7، 3 و7، دي بسميها زوايا متناظرة. بيعملوا لي حرف ايه؟ ما بيعملوش اي حروف. طيب النوع الثالث من الزوايا بسميها زوايا داخلية، وفي جهة واحدة من القاطع، مش عارف القلم بيروح ليه، وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى زوايا داخلية وفي جهة واحدة من القاطع، ودول بيعملوا لي حرف اليو زي ما قلت لك. يبقى ده اللي هم في الركن بتاع ادي القاطع اهوت، بيعملوا لي حرف اليو، ادي حرف اليو اهوت،
يبقى زاوية 2 و3، 2 و3. فين الزاوية التانية؟ 1 و4. شاطر، 1 و4 بسميهم زوايا داخلية وفي جهة واحدة من القاطع، بيعملوا لي حرف يو. يبقى زوايا متبادلة بيكونوا على الركنين في حرف الزت من هنا ومن هنا، زوايا متناظرة واحدة فوق المستقيم ده والتانية فوق المناظرة ليها فوق المستقيم الثاني، 3 زوايا داخلية وفي جهة واحدة من القاطع، وفي جهة واحدة من القاطع. يبقى أنا عرفت أنواع الزوايا لو عندي مستقيم ومستقيم ثاني وقطعهم تاني. يعني هيشترط بعد كده ان هذا المستقيم لام لازم يوازي المستقيم ميم، زي ما نعرف في النظريات القادمة. بيقول لي اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين، يعني انا عندي المستقيم الف باء والمستقيم جيم دال متوازيين، يعني الف هنا انا ممكن اكتب له كده ان الف باء المستقيم يوازي جيم دال المستقيم، يبقى المستقيم ألف باء يوازي المستقيم جيم دال، وقطعهم المستقيم هاء واو، قطعهم فين؟ في سين وصاد. فقلنا طالما قطعهم كده بينتج عندي أن كل زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس. يعني إيه من النتيجة هنا؟ إن زاوية واحد ديت، إن زاوية واحد تساوي زاوية اتنين، وزاوية تلاتة بالتبادل، وزاوية تلاتة تساوي زاوية أربعة بالتبادل. يبقى الزوايا المتبادلة متساوية. طيب الزوايا المتناظرة لو قلنا زاوية 5 و6 و7 و8، يبقى زاوية ايه؟ 2 تساوي 5 و4 تساوي 6 و3 تساوي 7 و 1 تساوي 8. يبقى الزوايا المتناظرة كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس. الحقيقة الثالثة، كل زاويتين داخليتين وفي جهة واحدة من القاطع، مش من القطاع، من القطاع، لا من القاطع، متكاملتان. يعني 3 و2، يعني 3 زائد 2 متكاملتان، يعني 180 درجة، و1 زائد 4 يساوي 180 درجة، يبقى متكاملتان. كل زاويتين عند حرف اليو، عند حرف اليو كده، عند حرف اليو متكاملتان، مجموع دول 180 درجة، مجموعهم 180 درجة. تاني، يبقى أنا لو عندي مستقيم يوازي مستقيم آخر وقطعهم مستقيم ثالث، فإن كل زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس. يبقى إيه الشرط هنا؟ الشرط إن ألف باء يوازي جيم دال عشان ينتج الإيه؟ التلات حاجات اللي إحنا قلناهم دول. يبقى الشرط التوازي. يبقى لو قال لي دول متوازيين يبقى بينتج الايه؟ التلات حاجات، التلات حاجات اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلناهم، اللي هو كل زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس، كل زاويتين متناظرتين متساويتان في القياس، كل زاويتين داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان. يعني ايه متكاملتان؟ يعني مجموع الزاويتين 180 درجة، 180 درجة. مفهومة ديت مهمة جدا جدا جدا، وهتفضل معاك لحد الجامعة. تدريب، بيقول لي في كل الأشكال الآتية إذا كان ألف، بيبقى ده الشرط الأساسي إن ألف باء يوازي جيم دال. طالما قال لي كلمة يوازي يبقى أنا استنتج بقى التبادل. يبقى 62 عايز بقى قياس زاوية ألف جيم دال، ألف جيم دال اللي هي هذه الزاوية ألف، شايف اقرأ الزاوية صح، ألف جيم دال، يبقى هذه الزاوية كام؟ أيوة صح كده، ما هي دول دي وديت متكاملتان، يعني هتكون 180 ناقص 62، 180 ناقص 62 2 من 8 من 10 8 و6 من 7 1، يبقى كام؟ 118، يبقى 118 درجة. تمام. طب هنا عايز زاوية ايه؟
قياس زاوية ألف جيم دال. فين ألف؟ ألف جيم دال هذه الزاوية. طب ما هذه الزاوية اللي بتعمل لي حرف الذات اهو، يبقى حرف الذات اللي في الركن التانية متساوية تاني، يبقى تساوي قياس زاوية، اكتب له الزاوية، زاوية ايه؟ ايوه باء ألف جيم، باء ألف جيم بالتبادل، يعني هتساوي كام درجة؟ 70 درجة، مظبوط. طيب هنا زاوية، عايز قياس زاوية ألف جيم دال، عايز قياس ألف جيم دال هذه الزاوية. طيب ما هذه الزاوية في زاوية معروفة مناظرة ليها، اللي هي تساوي قياس زاوية هاء ألف باء. شاطر، هاء ألف باء تساوي كام درجة؟ تساوي 120 درجة. أظن واضح، واضحة الفكرة جدا جدا جدا. تمام، تعتبر عكس النظرية اللي فاتت ديت، عكس النظرية. لو أنا عندي مستقيمين ما قاليش متوازيين، لو عندي مستقيمين ألف باء والمستقيم جيم دال وقطعهم مستقيم تالت، امتى اقول بقى ان الف باء يوازي جيم دال؟ لو حصل اي واحده من الحاجات اللي احنا قلنا عليهم اللي فاتت، يعني لو لقيت زاويتان متبادلتان متساويتان في القياس، يبقى تقدر تقول مباشره الف باء يوازي جيم دال. لو لقيت زاويتان متناظرتان متساويتان في القياس، يبقى ألف باء نستنتج أن ألف باء يوازي جيم دال. لو وجدت زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع مجموعهم 180 درجة، يبقى ألف باء يوازي جيم دال. يبقى الثلاث حاجات دول اتحققوا دليل على أن ألف باء يوازي جيم دال. يبقى أنا عندي حالتين دلوقتي عشان ما تلخبطش، بس إن لو الضلعين متوازيين وقطعهم قطع ثالث، يبقى بيحدث الثلاث حاجات: كل زاويتين متبادلتين متساويتان في القياس، كل زاويتين متناظرتين. دي نتيجة، نتيجة لإيه؟ لأن الضلعان متوازيين، وكل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس، وكل زاويتين داخليتين وفي جهة واحدة من القاطع مالهم متكاملتان، متكاملتان. طب العكس بقى، لو انا عايز اثبت ان الضلعين دول متوازيان، اثبت ان اي حاجة من الثلاثة دول حدثت، ان لو لقيت اي زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس، يبقى الضلعين متوازيين، بيعملوا لي حرف الذات، وهكذا. خلاص، طيب ناخد امثلة، ناخد مثال. بيقول لي في الشكل الف باء يوازي جيم دال، الف باء ألف باء يوازي جيم دال. يبقى أنا من التوازي، هو بيقول لي توازي، يبقى أنا استنتج إيه؟ كل زاويتين كذا كذا كذا، اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا عمالين نعيد فيهم ونزيد. فهل ألف جيم يوازي دال هاء؟ عايز يثبت بقى إن دال هاء يوازي ألف جيم، يوازي ألف جيم. طيب من المعطيات اللي هنا ديت، يبقى أنا هقول له البرهان كده: بما أن ألف باء يوازي جيم دال، لازم تقول له الكلمة دي. يبقى إذا إيه اللي متوفر عندي هنا؟ إن زاوية ألف زائد زاوية جيم، يبقى تقول له زاوية ألف زائد زاوية جيم زاويتان داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع، يعني كام درجة؟ 180 درجة. يبقى إذا زاوية جيم هتساوي كام؟ 180 ناقص 115 تساوي كام درجة؟ 5 من 10 خمسة، وواحد من سبعة ستة، يبقى تساوي 65 درجة. يبقى جبنا زاوية الجيم دي 65 درجة، 65 درجة. طيب أنا ملاحظ إيه؟ إن هذه الزاوية تساوي الزاوية دي، وهم بيعملوا لي حرف الذات يعني متبادلتين. يبقى تقول له بما أن زاوية ه د ج تساوي زاوية أ ج د بالتبادل، بالتبادل تحقق شرط واحد أو على الأقل، يبقى مباشرة، مباشرة ج د يوازي أ ج، يبقى ج د يوازي الشعاع، ج د يوازي الشعاع أ ج. عيدها تاني، لو مش فاهمها عيدها تاني، مش فاهمها عيدة مرة واتنين وتلاتة، ما تتحركش من الصفحة ديت إلا لما تكون فاهم التمرين ده، لازم تبقى فاهم التمرين ده. دول متوازيان
يبقى انا استنتجت ان دول داخليتين متكاملتين وقدرت اجيب الزاويه دي. طيب لقيت دول متبادلتان متساويتان يبقى استنتجت ان دول متوازيان. اعيدها، اتفرج عليها مره واثنين وثلاثه لو مش فاهمها، بعد ما اتفرج عليها مره جرب انت تحلها بنفس الخطوات اللي انا حليتها ديت، حليتها وفهمتها ابدا خش في بقيه الدرس. المثال اللي بعد بيقول لي الف باء يوازي جيم دال. فين الف باء؟ ادي الف باء يوازي جيم دال. ماشي ماشي. وهاء واو يوازي جيم دال، وهاء واو يوازي جيم دال، مظبوط. قياس زاوية ألف 42 درجة وقياس زاوية جيم 117 درجة، عين قياس زاوية ألف هاء جيم. فين ألف هاء جيم؟ ألف هاء جيم، ألف هاء جيم دي كلها عايز يجيبها دي. يبقى دي، يبقى أنا أقدر أجيب الزاوية ديت وأقدر أجيب الزاوية ديت، عشان إيه؟ أعين الزاوية الكبيرة اللي هو عايزها ديت. يبقى البرهان بقى بنحلها إزاي؟ البرهان ركز معايا، لازم اقول له المعطيات الاول. يبقى بما ان الف باء يوازي جيم دال، استنتج ايه من الف باء يوازي جيم دال؟ ولا حاجه ولا حاجه، بعاد عن بعض خالص. يبقى انا كتبت دي غلط. يبقى اروح للايه؟ للمعطيات التانية. المعطيات التانية اللي هنا دي، اي بما ان هاء واو يوازي جيم دال، هاء واو يوازي جيم دال، يبقى هاء واو يوازي جيم دال دول، يبقى الزاويتين الداخليتين دول مالهم 180 درجة. يبقى إذا زاوية دال جيم هاء زائد زاوية واو هاء جيم يساوي 180 درجة متكاملتان. يعني زاوية واو هاء جيم، واو هاء جيم كام درجة؟ يبقى إذن زاوية واو هاء جيم تساوي 180 ناقص 117 تساوي كام درجة؟ 7 من 10، 3، 1 من 7، 6. يبقى 63 درجة. يبقى الزاوية دي جبتها كام درجة؟ 63 درجة. 63 درجة ألف باء هو غلطان هنا في حاجة، لأن هو لسه احنا ما خدناش التلات مستقيمات متوازيين دول، ما خدناهمش. يبقى هنا ألف باء يوازي هاء واو، معلش يبقى هنعدلها كده، ألف باء يوازي هاء واو، لأن ديت مرتبطة بالنظرية هتيجي بعد كده، أو قاعدة هتيجي بعد كده. يبقى نعتبر إن ألف باء هيوازي هاء واو، يبقى أنا عندي حرف الذات أهوت، يبقى زاوية إيه؟ زاوية إيه؟ وبما أن ألف باء يوازي هاء واو، يبقى إذا زاوية باء ألف هاء تساوي زاوية ألف هاء واو بالتبادل. تساوي كام درجة؟ تساوي 42 درجة. يبقى إذا بقى الزاوية الكبيرة أنا أكتبها لكم هنا، يبقى إذا زاوية قياس أو قياس زاوية ألف هاء جيم هتساوي 42 زائد 63 يساوي كام؟ 15، يبقى 105، يبقى 105 درجة. برضو عيدها مرة واثنين وثلاثة، عيدها مرة واثنين وثلاثة. المستقيم العمودي على أحد مستقيمين متوازيين في المستوى يكون عموديا على الآخر. يبقى أنا عندي مستقيمين متوازيين دول، لو رسمت عمود على المستقيم الأول أكيد هيبقى عمود على المستقيم الثاني، والعكس إذا كان كلا من مستقيمين عمودي على ثالث في المستوى كان المستقيمين متوازيين. يعني انا عندي مستقيمين اهو ورسمت عمود، بقى عمود على ده وعمود على ده، يبقى المستقيمين متوازيين. نفس الفكرة هتليك هنا ايه؟ دي 90 ودي 90، يبقى زاويتين متناظرتين على طول. مفهومة ديت؟
يبقى لو المستقيمين متوازيين وفي مستقيم عمودي على واحد يبقى عمودي على التاني. لو عندي مستقيمين ومستقيم عمودي على الاتنين فالمستقيمان متوازيين. دي اللي انا كنت بقول لك عليها، دي اللي انا بقول لك عليها اللي هي كانت هتفيدنا في المسألة السابقة، كنت لسه ما خدتهاش، فمش مش معقول يبقى عليها تمرين. بيقول لي لو عندي ثلاث مستقيمات منهم مستقيمان متوازيان، يعني انا عندي مستقيمينهم خلاص متوازيين وواحد منهم بيساوي مستقيم ثالث، فالمستقيم الثاني بيوازيه. اذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا كان هذان المستقيمان المتوازيين. يعني مثلا لو قلت لام وميم ونون، لام يوازي نون وميم يوازي نون، يبقى لام يوازي نون، يبقى الثلاث مستقيمات ايه؟ متوازية. يبقى الثلاث مستقيمات متوازية. برضو ديت من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وتفهمها وتحفظها زي اسمك. قولي اذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية، يبقى عندي المستقيمات المتوازية ديت، يبقى ده مستقيم يوازي ده ويوازي ده ويوازي ده، وكانت أجزاء القاطع المحصورة بين هذه المستقيمات المتوازية متساوية في الطول، فإن الأجزاء المحصورة بينها لأي قاطع آخر تكون متساوية. يعني مثلا عندي مستقيم لام يوازي ميم يوازي هاء يوازي نون، وقطعهم مثلا سين، فلقيت ان الاجزاء بين كل مستقيمين متساوي، يعني الف باء يساوي جيم دال يساوي دال واو، فهتلاقي المستقيم تاني قطعهم بنفس الطريقه يبقى هتلاقي هاء واو يساوي واو زاي يساوي زاي حاء، والعكس صحيح. لو لقيت ان القطع المحصوره بين المستقيمات دي متساويه فان المستقيمات متوازيه، فان المستقيمات متوازيه. كل نظريه لازم يبقى ايه، تعرف ازاي بتتعامل معاها اثناء حل الايه، اثناء حل المسائل وحل التمارين. طيب قول لي في الشكل المقابل، الف واو يوازي دال سين يوازي هاء صاد يوازي باء جيم، يبقى الثلاث مستقيمات دول متساويه، الأربع مستقيمات متوازية. متوازية ألف سين يساوي سين صاد يساوي صاد جيم، ألف سين ده يساوي سين صاد يساوي صاد جيم، يبقى قطعهم قاطع، هم كأنه قطعهم قاطع. فوق الطول باء هاء، عايز طول باء هاء، هتقول له إيه بقى؟ بما أن ألف واو يوازي دال سين، طبعا مستقيمات، يوازي هاء صاد يوازي باء جيم، مظبوط. خلاص ألف باء، هو قال لي ألف باء كام؟ فين ألف باء 12 سنتي؟ ألف باء ده 12 سنتي. يبقى إذن وبما أن ألف سين يساوي سين صاد يساوي صاد جيم، إذن ألف دال يساوي دال صاد، دال صاد ده دال سين دال ايه ده؟ جيم، دال جيم يساوي جيم باء، مظبوط. التلاتة دول، وبما أن ألف باء 12 سنتي، وبما أن ألف باء يساوي 12 سنتي، يبقى إذن باء جيم يساوي 12 على التلاتة، ما دي تلات قطع همت في 12، يبقى 12 على التلاتة يساوي كام؟ 4 سم، يبقى يساوي 4 سم. استفادة مباشرة من النظرية السابقة أو القاعدة السابقة. معلش درس طويل شوية بس، درس ودسم شوية بس، لازم تفهمه، اتفرج عليه أكتر من مرة، من الأساسيات المهمة جدا جدا جدا، هتنفعك في أولى وهتنفعك في تانية وهتنفعك في تالتة وفي أولى ثانوي وفي تانية ثانوي، فلازم المفاهيم ديت تكون واضحة بالنسبة لك. أتمنى يكون مفيد بالنسبة لك. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.